مباراة الأهلي وطلائع الجيش وبعد كده ننتقل للمحل. يعني طبعا طلائع الجيش كان يعني عمل صفقات كويسه السنه دي، وطبعا غير الجهاز الفني. كابتن محمد يوسف طبعا عارف كل صغيره وكبيره عن النادي الاهلي، ومعاه صحيح جهاز يعني عارف طبعا كابتن طارق السعيد وكابتن احمد رؤوف ومعاه ياسر علي، كلهم عارفين لعيبه النادي الاهلي كويس. اول لقاء ليهم بيتقابلوا النادي الاهلي، فانا شايف النادي الاهلي يعني طبعا في البدايه كان خسران 1-0، لكن هو طبعا النادي الرغبه كانت اكبر للنادي الاهلي، ايوه الطموح هو اكبر للنادي الاهلي، الشخصيه طبعا بتفرق في الماتشات اللي زي دي. والنادي الاهلي طبعا زي ما قلت هو راجل يعني فريق نادي بي 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 كبير وعنده جمهور كبير، فلازم طبيعي ان هو هينافس، وطبيعي ان اللقاء يخلص النادي الاهلي يعني. فانا شايف ان النادي الاهلي مع الاصابات والاستشفاء، واعتقد ان هو يعني عامل ماتش كويس وخد اللي هو عايزه من اللقاء، انك انت خلاص 3 نقاط كانوا مهمين جدا. واتمنى ان شاء الله ان المحله من الفرق اللي هي مش منظمه شويه، بتلعب على العشوائيات، بتلعب بطريقه خلي بالك اصل عشوائيه. المحله ده، خلي بالك المحله تاني دوري. هو كان منافس، كان هو رقم، هو كان اه على قمه قبل النادي الاهلي ما قبل يرجع المباراه دي مكان الطبيعي ليه. فانا شايف ان الماتش هيبقى صعب ورخم في الهجمات المرتده، وان طبعا المحله عارف قيمه النادي الاهلي، والنادي الاهلي اتمنى طبعا يعني اعتقد ان اللقاء في غزل المحله بتبقى ماتشات صعبه، ماتشات وانت عارف صعبة. يا كابتن اسلام صحيح في ملعب غزل المحله من الملاعب الرخمه ومن الملاعب اللي ما بتعرفش تلعب فيها كوره كويس، بتخلص بفرصه واحده. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يعمل لقاء كويس وخلاص يطوي الصفحه، وطبعا وطبيعي ان الجهاز الفني واللعيبه خلاص نسوا ماتش الجيش وهيخشوا بقى يستعدوا في مباراه المحله، لان هي مباراه صعبه ورخمه ما بتكسبش بسهوله صعبة يعني. ورخمة، والمحل عنده فريق جيد الحقيقة، طبعا كمان كان عندهم شوية مشاكل دايما. أنا بالظبط حتى لسه الجهاز كنت الفني، الجهاز أه الفني أنا لسه التغيير كنت حتى بتكلم في الأمر ده يا أمير، إنه دايما بتلاقي إن كل المشاكل بتتحل قبل مباريات الأهلي، بالظبط. ده طول عمره كده مش اليومين دول بس، يعني ومش الفكرة المحلة بس برضه لأن الناس تفتكر، لا إحنا بنتكلم بشكل عام قبل المباريات الكبيرة بتجد كل المشاكل بتتحل طبعا هو لحين الانتهاء من المباراة يعني. الراجل المدير الفني والجهاز الفني اللي موجود عنده خبرات، وكان ماسك دجله وكان ماشي معاهم بشكل كويس جدا. نعم لكن انا الفتره الاخيره ما اعرفش حته ان هو ساب الفريق هيروح المصري، هل لا مشي بيقولوا هل رجع هيمشي. النهارده وكان موجود في الملعب وكل حاجه ومرن الفرقه النهارده. فدي برضو ممكن تعمل بلبله لفريق غزل المحله. غزل اه المحله برضو اسم كبير وجمهور كبير، ولكن زي ما قلت ليك يا كابتن اسلام الرغبه والطموح والهدف والعزيمه وكل حاجه اكيد لصالح النادي الاهلي. وزي ما قلت لك الماتشات دي بتبقى رخمه، بتخلص ما بتخلصش 3 4، بتخلص 1-0، بتخلص 2-1، من الماتشات اللي هي بتبقى رخمه وصعبه. الملعب مش كبير، الملعب ضيق، وخصوصا ماتشات المحله والنادي الاهلي بتبقى ماتشات صعبه وبتبقى بتحصل فيها احداث يعني. فاتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يبقى اللعيبه مركزه وخلاص يعني يستعدوا كويس للقاء يعني.